خيالة من لبنان، نور الشمس شهرتها، جميلة ورقيقة. حالاً هتعرف مين ممكن يسيبك ويروح، يعني مين؟ دمه تقيل. ممكن. ممكن ها؟ لا، منورة في البرنامج. الله يخليك. النهارده زي القمر، زي اسم البرنامج بتاعنا. تسلم، الله يخليك. تقول ايه لجمهورك بقى في الشعب المصري؟ الشعب العربي كله. بنقول له مساء الخير ورمضان كريم، يا رب يكون بمحبة وسلامة على كل الشعب المصري والوطن العربي. منورة يا بسكات. تسلم. واحنا بقالنا كتير جدا ما التقيناش ببعض. صح. بس السنة دي إن شاء الله تكون سنة جميلة علينا كلنا. إن شاء الله يا رب. عاوز أخطفك كده في الأول وأقول في ناس بيقولوا إن باسكال حلوة وجميلة. يعني الحلاوة بتيجي في الأول وبعد كده يجي الصوت. رأيك إيه؟ الدخول دايماً الأول على كل قلوب العالم بده يكون فيزا، بطاقة عبور. في كتير ناس حلوين بس دمهم تقيل، وفي كتير ناس مش حلوين بس لزاز. يعني دايما الدخول العفوي اللي في كاريزما هيدا حلوه. بيرجع من بعده لانه بيتكل بس على الجمال. ما كان بقول لي انا لي 11 سنه صار، يعني مش بس حلو الحضور الحلو، الابتسامه الحلوه، ويشتغل على صوته على اغنياته على كذا، يعني على كله على بعضه. يعني ما فيش واحد يكون بشع او حلو، في حاجه من جوه بتحليه للانسان. رجعنا بقى شويه لورا للزمن، من البدايه. الاغنيه اللي خلت باسكال بقى الشعب العربي كله يحبها، يعني جواز السفر بتاعك. اذا بدنا نحكي من الوطن العربي، من مصر والوطن العربي، بنقول خياله. خياله. واذا بنحكي بيروت وخليج مثلا او كذا، في اكثر، في بنادي، في طلب ايدي من اهلي، في مش وقت اللي بدك بتفل اكثر من وحده. بس يعني خياله كانت. يعني في اغنيه ممكن تنجح في مصر او في لبنان ما تنجحش في الخليج؟ لا، كانت البدايات هديك. ولا نوعيه الجمهور بتختلف عشان كده بيحبوا حاجه وما يحبوش؟ مظبوط، هيدي اكيد. في حاجه بتنحب بمصر مثلا ما تنحب ببيروت، في حاجه تنحب. في حاجه عملت بوم جامده زي نور الشمس؟ اكيد اكيد اكيد. نور الشمس ونشفت لي وقلبي، في كتير. بس حد يطلع يقول نشفت لي دمي؟ انا. طب ليه يعني قلتي نشفت لي دمي؟ لانه في كتير. خضك هو يعني ولا ايه؟ انا خضيته، هو ما بخضنيش. لا بس في كتير ناس بتحبه ما بتقول، في كتير ناس بتحبه خجوله، في كتير ناس بتخاف تقول الحب. فانا قلت له انت خايف او خجول؟ ولما قال بحبك قلت له نشفت لي دمي لما قال لي بحبك. بالعافيه يعني قالها؟ بالعافيه وخايفين وخجول وكذا. بتحب الراجل يقول لك بحبك كده على طول ولا تحب برضه؟ لا لا لا، بحبه تقيل، بحبه بعد مده طويله. يقول لي لما بقول لي بالاول مش حصدقه. مشان هيك قلت له انا شفت لي دمي. بتقولي لحد انا بحبك كده على طول؟ انا؟ ولا برضه تقيله؟ لا، ما بقول دغري على طول، ممكن اقول له بنظره عيون. بابتسامه. لا، ومش كل العيون بصراحه. يعني لو قلنا غنوه بتمثل حاله الحب اللي باسكال عايشاها، تبقى غنيه ايه؟ حاله الحب اللي انا عايشاها. اقرب غنوه ليكي وبتغنيها كده مع نفسك. اكتر من حاله. زي مثلا. ممكن اقول له بستنى كل ليله تيجي تطل عليا وتبرد غرامي ونار الايدى فيا. ممكن اقول له كده. سلام. ممكن اقول له مرمرتني تيرلا دوبتني عذبتني ومن دونك من دون عيونك شو بدي بقلبي. ممكن كتير يعني اقول قلبي 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 قلبي. بيوجعك قلبك؟ قوي. من مده لمده او شوي. عندك مواهب تقليد جامده جدا، وانت صغيره كنت بتقعدي تقلدي اصحابك وقرايبك وحاجات. كل اللي داخل عندكم، كل اللي داخل عندكم البيت تقلديه. بس على كبر صرت خجوله، بطلت اعرف اقلد. على كبر انت لسه صغيره. يعني لما كبرت يعني لما طولت شويه. لما طولت شويه. ممدوح، برافو عليه. كثير كنت انا وصغيره ما خلي حدا من شري. هتغني لي غنوه دلوقتي قديمه انت بتحبيها. طيب حاجه قديمه من بحبها، في كثير اشياء بحبها. مثلا انا بقول لك حاجه شبهك يعني. ايه؟ صباح. طيب يلا بنقول يانا يانا. دي جميله. يلا بنقول يانا يانا. حته كده. حته صغيره. يانا 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 بحبيبي اموت انا
أموت أنا بحبيبي، أموت أنا بلهيبة بعذابي، وحبيبي وحبيبي مدربه علشانه أموت أنا. طيب نخش في موضوع تاني أفضل. بتقوليها بطريقة مختلفة خالص. ايه لازم الواحد يعني اي شيء، اذا بحب يقول شيء للقديم او كذا لازم يقوله بروحه بطبيعته، لانه هي اصلا غنية بتكون معروفه ومحبوبه من الفنان لايلا، بس بقول بطريقته بكده. الاشاعات طالتك، انت نجمه من النجوم، دايما النجوم بيجي لهم اشاعات جامده جدا. اكتر حاجه ضايقتك انت ايه؟ الحمد لله ما كتير اشاعاتي كانت يعني ثقيله جامده هيك يعني زعجتني، بس مثلا انه باسكال متجوزه مش قايله هيدي على طول، وعندها ولد وما مخبره، او تجوزت عندك ولدين سمعت؟ ولدين يا خرابي، من جبتهم ولد بالعافيه. مثلا انه في ناس بياكدوا لك لا عندها اولاد ومتجوزه ويحلفوا. ايه فهي بتعجب الموضوع انه كيف يا عمي. بس انت عندك ولد معادني في المدرسه والله. اسمه ايه؟ نور. بابا ايه؟ قول له مين اسمه كده؟ اسمه نور. بجد ايه بحبه جدا، بموت عليه ده. نور ده روحي نور. في اشاعات تانية بقى غير انت متجوزه ومخلفه؟ يعني اشاعات ضمن الجواز ولا جو يعني هالاشياء اللي هيك، او ما كثير انا يعني اذا كان في اشاعات مثلا باسكال قالت عن فنانه كذا او قالت كذا دايما بقطعها. ما بكمل، فمشان هيك الاشاعات شوي بين المجتمع الفني كان زاحة عنه، بس هيك اكثر شيء تجوزت وبدها تتجوز، لا متجوزه لا، هو اكثر شيء كانوا نجمات بقى ما بينها وبين بعضهم بقى. في حرب بتحصل فعلا ما بينكم بالذات في بيروت؟ بكل وطن العربي مش بس ببيروت. ليش نقول ببيروت؟ دايما المنافسه بكل وطن العربي بيكون. انا مع المنافسه الحلوه، اذا سمعت لحن بقول حلو، واذا حدا عمل شيء حلو بقول له مبروك، وفي كثير ناس كمان بتحبني مثلا اذا شفت لي شيء نجح بتهنيني، هيدي بتكون روح حلوه، وكل واحد بياخذ نصيبه، الدنيا صغيره ما حدا حياكل الساحه كلها. يعني كل واحد بيكون مميز بحاجه. يعني في انا بالنسبه لباسكال الحمد لله ولا بحياتي في منافسه شريفه عندي، ما في انه مثلا رد بكلام او ارد على فنان بكلام. اشتغلي بس. برد بغنيه، برد بنجاح، بمهرجان، بشيء، لشو ضيع الوقت على الفاضي؟ ولشو بشع صورتي قدام الجمهور انا عم بسم فنانه او عم بقول لها حاجه او كذا. سمعنا عن ثلاث اربع مطربات بيخبط يعني كلام جامد جدا وجارح ما بينهم وما بعضهم. انا ما بحب هيك، ما بعرف، بحب انه رد على فنانه بغنيه ناجحه، بمهرجان ناجح، بنجاح البوم، احلى بكثير صدقني. الحمد لله هيدي انا كنت كثير زيحه عنها هالقصه. بس انا بلاحظ ان انت دايما على قد ما عينك نمسك الخشب يعني عينك حلوه وجميل، بس برضه فيها شويه حزن بسيط. حزن؟ لا بس بلكن فيها شجن كده، حزن شجن يمكن. ها؟ فيها حاجه كده. بتعرف حلو الشجن، حلو الحزن شوي، الحزن بخليك تفرح والشجن بيعطيك الحنين والعاطفه، ونحن شعب ايه ده الكلام ده؟ ايه ايه شو لك، نحن شعب كله بيحب الحنين والكلام الحلو والرومانسيه والكذا، ما بحب القساوه، ما بحب يعني، فحلو حلو يكون في بالعيون هيك حزن رومانسيه حلو. فيش اسرار فيها يعني؟ هلا مش عاوزه تعترفي فيها؟ فيها 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 اسرار. حقول لك لا مش ممكن. ليه؟ تخبر الدنيا كلها انت. لا في خال ولا معانا حد هون؟ لا ما في. في سر صغير كده؟ لا بالعكس، انا بقول عني بدني ما بتسمع على طول. لا ما بتسمع. ما بتسمع. شو؟ عاوزينك بس توصفي لنا وصفه كده للستات اللي بيتفرجوا علينا. هقول لهم ايه؟ الرشاقه بتاعت باسكال، انت كنت الاول شويه اتخن من كده، دلوقتي شويه خسيت كتير. لا بتعرف شو، انا الكاميرا بتنصحني، كثير ناس بيقولوا لي انت نصحتي وانت ضعفتي، يعني انت مثل ما شايفني انا بس يعني. وعامله ثمن عمليه تجميل سمعت؟ كمان؟ وشو عملت؟ انا سمعت كده. والله عملتي ايه؟ انا اللي عامله.
لا انا لك لا كلمين عن التجميل فعلا، صاير كتير بيعملوا عمليات تجميل. انا مع التجميل اللي بيجي مزبوط مطرحه. يعني مثلا وحده كبرت بالعمر بدها ليفتنج صغير او شد تجميل يبعد جسمها حلو، انا معه. حدا عنده اي شيء تصليح منخرط وكذا، دفو بتصلح، مش كثير مهم لانه هذا كاميرا وجمهور كذا. بس انا غلط مع الناس اللي عم يتسلوا بحالهم، يعني مثلا مثل ما دارجوا هالايام مثلا ينفخوا خدود، ينفخوا تم، ما بعرف، لانه عم بتغير شكلك، بتغير ملامحك بعدين. يعني والناس بتبقى واخده عليك في شكل ولا في شكل ثاني؟ اكيد اكيد. يعني انا بحس انه ضد هالاشياء ابدا، يعني بس انه اذا وحده كبرت شدت وجهها عملت اي شيء، انا مع التجميل الصحيح اللي بيجي بمطرحه. هيدي ما كثير انا. يعني انت ما عملتيش اي عمليه تجميل؟ الحمد لله لا. ولما رح اعمل بقول، لانه اذا بتطلع على كل الممثلين الاجانب وكل المطربين الاجانب بقولوا ما بيستحوا. مش عيبه اذا قلت مثلا انا عملت شيء، فلما لا اعمل رح اقول لك يعني اكيد. بس الحمد لله يعني بعد ما عملنا يعني. روح دي فيها شغل غريب عن اللي احنا بنشوفه في الفيديو كليبات. انت لابسه بيجامه وشكلك مختلف. بس انت عجبتك البيجامه قلت اللي بدك اياها. بيجامه رجالي كمان. ايه. ما فيش ولا بنات بترقص ولا حاجات من اللي احنا بنشوفها في الفيديو كليبات. اخترتي ده ليه يعني؟ اخترت ده عشان ذائقنا، يعني انه اوكي انا بكليباتي حتى بنات بترقص بنور الشمس وبكثير اغاني بقلبي وكذا. بس انه في غنيه يعني لازم نغير شوي، لازم نطلع بشيء سمبل عفوي. طلعت بانت بتروح بيجاما بلا مكياج، عم بعمل شاتينج، الشباب والبنات كلهم شاتينج هلا، كثير اصحاب حوالي تعرفوا، يعني عندي صاحبتين تجوزوا على الانترنت، يعني تعرفوا اجوا، يعني صرنا بعصر التكنولوجيا كذا. تجوزوا على الانترنت؟ لا تجوزوا يعني صار في صداقه واجا بيروت وخطبوا وتعرفوا على الانترنت. فصار الشاتينج والانترنت ومعرفه وحلو، فلفتت لي نظر الفكره. طب عندك ايميل عشان ارسلك على الانترنت؟ بعت لي رسالة. بقلك ايه؟ لا انا شو بدي اتكلم معه؟ bimashalani@hotmail.com. ناطرة الايميل. جالك كم جواب جواز؟ كثير. لا جواز فكرت فكرت عم تسالني. فحبيت الفكره، قلت له اياها للمخرج وعملها باطار مهضوم وناعم، وهذا كان مميز الحمد لله توفقنا فيها. بس انت صراحتك وجرأتك برضو دي بتزعل شويه ناس منك شويه. ايه. ليه بقى؟ بقول عني مني انه بحب الصراحة، ما بعرف ليه، بحب إنه أكون صريحة، بحب إنه أكون عفوية، ما بحب كذب. يعني إذا بدي أقول لك شيء بقول لك بوجهك، ما بحب لما بيبرم ممدوح، إزيك يا ممدوح وحشني وكذا ويا حياتي، بيبرم ممدوح أغسله. دبل فيس لا ليه؟ بقول له بوجهه، هيك بكون أنا نفسياً مرتاحة. وما بعرف، مش أحلى هيك يعني إنه أزبط يعني، حتى إذا زعلت مني بشيء أو كذا ممكن نظبطها شوي يعني، بس إنه أنا هيك بحب الصراحة، بحب العفوية. أصعب قرار خطيف حياتك؟ لما قررت اني غني. ده كان صعب جدا. ليه بقى؟ لانه ما حدا كان راضي بالعائله، وكان في عنا حرب، وما كان في بروجرامات لمواهب استوديو الفن او حكيت او كذا، واخذت قرار، وفي يعني مثل اخذت تحدي، وكنت لوحدي ببدايه المشوار، مش انه كان في شركه او كذا، فكان قرار صعب. والله وفقك. الله وفقني، كتر خير الله. مين اكتر مطربه بتشعري انها فعلا بتنافسك؟ ما في مطربه وحده بتنافس مطربه اخرى بهالوقت هلا. في كلنا بننافس بعضنا، لانه هلا وقت الاغنيه. لا القريبه شوي منك. ما في لحقلك ليه؟ لانه كلنا بننافس، لانه في مطربه ممكن انا اعمل غنيه تخلي اللي حواليك في تنافس وياخذوا كده شوي. لا لازم، وفي كمان انا لازم يعني في تنافس كنا، لانه هلا عصر اغنيه ممدوح، في غنيه بتضرب وكليب حلو كذا، بتلاقي الكل لا بترجع كذا، بتغيب شوي بيرجعوا العالم مطرحها طول. يعني ما فيش هيك، انا بلاقي الكل في تنافس كنا مع بعض، ما فيش حدا معين، لانه ممكن ديل معينه تعمل حاجه تفشل، ما يكون في منافسه، في غيرها منافسه. يعني انا هيك بحس. لو طلبت منك دلوقتي كده وانا عارف ان انت صريحه ولذيذه وجميله وكل الحاجات الحلوه فيكي، الحمد لله، تغني لي غنوه لزميله عربيه عربيه مصريه عربيه خليجيه اي حد، يعني
كلنا عرب يعني. ايه اكيد. ها؟ تختاري غنوة مين؟ اختار غنوة مين؟ عشان اعرف ان انت نفسك حلوة وجميلة وكده. شو بدي غنوة؟ ما عندكيش مشاكل مع نفسك؟ لا ما عندي مشاكل، بس شو؟ مين الغنوة اللي عجباكي لمطربة؟ ممكن اغنية مش عجبينا، مش حبينا الناس وانا اكون عجبتني مثلا. ولا تفرق. يعني ما عندي مشكلة بهالقصة. بس شو هلا فاجأتني بالسؤال، شو؟ حنقول مثلا فوقي يا باسكال فوقي. قلبي قلبي قلبي. شو بعرفني كمان هذه فيها ممكن نقول شيء وحدا يزعل ضروري. لا بالعكس. بس مش جاي شيء على راسي. مين أكتر مطربة أنت بتحبيها يعني؟ ما أنت مش هتغني حد ما بتحب مش بتحبيه يعني، غني واحدة بتحبيها. ليه ممكن يكون مش حبة حبة الغنية مش حبها مثلا؟ كيف يعني ما أصلا ما بعرف ما عندي شغلة إني ما أحب حدا أو أكره حدا. طب عاوز غنوة. عادي. غنوة. طب فيقني شو بدي أقول؟ مش فيقك. طيب شو بدي أقول؟ شو بدي أقول يا باسكال؟ مش جاي على راسي شيء هلا. طب خليه بعد شوي بلكي بكون ذكرت. حاضر. في معنى أنت غنيتي أغاني كتير جدا. في معنى أنت لسه لغاية دلوقتي ما غنيتيهوش. أكيد يعني. أكيد لازم. يعني مثلا غنيت للرجل، غنيت للمغترب، للمسافر، غنيت للحب، غنيت في كثير مواضيع لازم بعد كثير غنيه جريئه جديده. كثير بحب الكلمه، انا بعشق الكلمه. الكلمه مهمه كثير، هي بتخليك توقف على المسرح تقولها بكل قوه، بتخلي اللحن يصير حلو، بتخلي كل شيء كله على بعضه. في كثير مواضيع. الموضوع اللي جاي ايه؟ بتفكري في ايه؟ تعملي ايه؟ هجر حب طلع بيري ارجع اتغزل بالرجال برضه؟ بالرجل ايه زي ما قلت له خيال عيونك استحاله سحروني واعمل ايه زي ما قلت له. يعني حلو حلو. بتعرف قليل المره لما بتغزل بالرجل مش هيك؟ دائما الرجال بيتغزل بالمراه. فحلو هيك. بحب التحدي بالمغنى، بحب يعني في كثير مواضيع. سينما كثير جدا يقعدوا يقولوا باسكال هتعمل سينما، باسكال هتعمل سينما، ومفيش حاجه ما شفناش ولا فيلم لغايه دلوقتي. ما شفتش ولا فيلم لانه انا مديت مره على فيلم. هديك السنه مديتي مره على ايه؟ على فيلم. فيلم فيلم. جميل جدا. فيلم. لا لا حلو. سينما حلوه. فيلم. والله مديت على فيلم. مالك في ايه يا ممدوح؟ لا فيلم حلوه. فيلم. اوكي. وكنا كل شيء لانه القصه كانت عجبتني حلوه، موضوع بيحكي بين مصر بورسعيد وجنوب لبنان وفي هيك كثير حلو، بس صار في اشياء شوي بال ما اتفقنا عليها بالانتاج وكذا شلته لانه خفت اعمل فيلم وافشل فيه، لانه فيلم يعني اذا فشل مش حلو لفني يعني تفشل بفيلم. طب لو حبيتي تمثلي ممكن مين من الممثلين المصريين او العرب تحبي تقفي قصاده وتمثلي؟ كتار. اسم واحد؟ ليه؟ واحد. ما بحب اقول انا اسم واحد. ثلاثة. ثلاثة كويس ماشي. ممكن هو ده. ممكن احمد زكي، ممكن عمر الشريف، ممكن نور الشريف، ممكن عادل امام. في كثير انه ليش يعني غني وطن العرب خاصة مصر غنية بالممثلين، ممكن من الجداد في كثير. بسبوسة. بسبوسة. مين اللي بيقول لك بسبوسة؟ الشعب المصري هون بيقول لي بسبوسه. اشمعنى يعني بسبوسه؟ عشان ما هوش يعني صعب عليهم باسكال يعني؟ لا بس من اول حفله طلعت فيها بخياله من اربع سنين واستقبلوني يعيطوا لي يا بسبوسه، وصار دائما بالحفله بسبوسه بسبوسه، فبحب منهم هالدلع هذا كله. بحس هيك يمكن بدلعوني هيك بقول لي البسبوسه او شيء. انت فاكره ان يعني الشعب المصري حب فيكي ايه؟ اول شيء انا بحبه كثير. وفتت على الشعب المصري بكل طبيعيه، بكل عفويه، بمصداقيه، بحب، باغاني ستايل وحلوين. ما بفتكر الشعب المصري ما بحب شو بتقولوا اشعه الحيل، شايف نفسه يعني ايه بحب الطبيعه البسيط كذا، وانا كل هالاشياء في عندي وبكل حب فايتي كنت. هلا اكيد بحب اغنياتي، بحب صوتي، بحب شكلي، بحب كل شيء على بعضه. او بتسأل ما بعرف بلكي ما بحبني. انا معي سؤال. يلا. بس بصراحه انا خايف منه. يعني انت عملت كل حاجه وبالاخر عاوز تديني حاجه؟ في سؤال انا مش عاوز اقراه. مش كويس. ما اعرفش انت تقولي لي تقدري تجاوبيه ولا لا. لا مش هجاوبه يا ممدوح. ليه؟ ده سؤال ما بينسالش يا ممدوح. ليه؟ لا
تفضل اديني غيره، اعطيني تلاقي غيره. لا جاوب عليه. لا مش هجاوب يا ممدوح. جاوب عليه. مش هجاوب. سهل. سهل بس ما بينقلش، ما بينسألش. صعب. مش صعب بس حرج شوية. نخليه للحلقة القادمة. بشكرك جدا جدا جدا، استمتعنا بيكي أنا والشعب المصري والشعب العربي، وحب أقول لك كل سنة وانت طيبة وعيد مبارك عليك. ميرسي كتير يا ممدوح، بحب أقول إن شاء الله عيد فطر مبارك على كل الشعب المصري. بتشكرك على هالبروجرام اللي هو كتير مهضوم زي القمر، وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف ولزاز على الشعب المصري. أنت بتروح بتروح، أنت بتروح بتروح.